فضيل موسي تكفل بالمهمة، والجمهور لبى دعوة إدارة الأولمبي للوقوف إلى جانب الفريق الذي يسعى إلى البقاء بالبوديوم، وهو ما تحقق لكن بصعوبة أمام اتحاد البوليدا الذي جاء إلى الشلف من أجل تأكيد سمعة الفريق الذي بدأ يفكر في الموسم القادم. العودة إلى سكة الانتصارات هدف وضعه الشلفاوة منذ البداية، سيطروا وضيعوا فرصا كانت في المتناول في ظل تألق الحارس بوتاغا أمام بن حملة والزملاء. حارس الشلف عوبدي، وبعدما كان في راحة طوال النصف ساعة الأول، جاءت استفاقة هجوم البوليدا عن طريق المرتدات، فكادت واتي أن يفعلها لكنه ضيع وجه لوجه وبذلك فرصة فتح باب التسجيل. في دقيقة 40 في الشوط الأول، وين المهاجم تاعنا كان يعني تواتي بولو كان سجل هذاك المقابلة هذاك الهدف كان تولي مقابلة أخرى. وبعدما افترق الفريقان على التعادل الأبيض، هدف الفوز جاء في الدقيقة 56 بعد ركنية في القائم الأول عكس الكرات الأخرى، رأسية عراب تخادر الحارس ودفاع البوليدا. بعدها كاد قيبوع أن يضيف الثاني ليعود الاتحاد وينظم الصفوف وصنع اللعب دون تجسيده إلى أهداف. الفريق اللي جا لهنا للشلف ما عنده ما يخسر، يلعب بكل ارتياحيه، وهذا الشيء اللي صعبنا من المقابله. المهم حنايا بعد زوج الهزائم اللي درناهم في ماكرا وبسكرا، لاعبين عزموا بيفوزوا بهذه المقابله، وكان لهم ذلك. نشكرهم بالمناسبه، ادوا مقابله بطوليه وفازوا بالمقابله، وبدون ننسى الانصار اللي كانوا في المستوى، الله يعطيهم الصحه.